سلام شباب، اليوم نتعلم نحن وياكم طريقة عمرة البلاميدة اللي بيستعملوها عن الشط مع الطابة. أنا حستعمل لورات هن الريش البلاميدة كل شي من المحلات. هلأ في عالم بتعملها على إيدها، بس أنا عشان موفر على حالي مفيش عندي دجاج لقمعتن لأجيب ريش لعملن، فبشتريهم من المحل. وبحاجة كمان لتنين من هول وخيطان. أنا كمان مثل الفيديو اللي ماضي بدي استعمل خيطان سميكة كرمال اللي باينوا على الفيديو. انتو بتستعملوا خيطان ماكسيموم 0.50 ميلي، واحد بدي يكون متر، واحد أقل شوي. وعنا الطابة اللي كنا بنستعملها. هلأ عندي خيط المتر، بدي اجيبه بدي علقه بقلب الطابة. شو بعمل؟ فوتو من هون عند الطابة وبعمل دائرة هيك، يعني فوتو اتنين هيك، بعمل دائرة من هون هيك، بلك عليها ثلاث مرات من قلب الدائرة هيك، مرة تنتين وهي ثلاثة. وهلأ بشد. شو صار عندي؟ هيك هيك بنكون علقنا الخيط بقلب الطابة. بنروح على الآخر، على آخر الخيط كمان منجيب هذا الريشة، مندخل بقلب الخيط. هلأ بعد ما دخلنا منجيب الطرف اللي إلها. هلأ هم صدين بس أنا مش عندي غيرهم بالبيت. هلأ نفس العمر نفس الربطة اللي ربطناها فوق حنربطها هون بقلبها. مندخل الخيط من هون، نرجع نقسمه هيك اتنين. بعد ما قسمنا اتنين هيدا الخيط القصير، نعمل هيك دائرة هون ثلاث مرات كمان، مرة وهي التانية وهيدي التالتة. وهلأ حنشد. هلأ من بعد ما ربطنا العقدة هون عند الطابة وخلصنا، كمان ربطنا الريشة وشديناها، أهم شي هون منتركش طرف للخيط كرمال ما يعلق بالريشة. هلا صارت ريشة تطلع وتنزل هيك. هيدا آخر الطرف هون قلنا بعدناه متر. هلا العالم كلها بتستعمل ريشة وحدة، بس أنا بدي أعلمكم كيف فينا نستعمل ريشتين بنفس العمرة. بطلع لهون بترك من فوق 20 سنتي، شايفين كيف؟ هي 20 سنتي هون من الخيط اللي جاينا على الطابة. بيجي وبقسم الخيط هيك نصين، بيرجع عند الخيط التاني اللي حكينا عنه بأول فيديو انه عندنا خيط قصير شوي، منجيبه مندخله من هون هيك. نرجع هذا الخيط اللي دخلناه، ما حيكون عندنا هذا الخول خيطان اللي طعجناهم هيك، شايفينهم هيك. حنلك على هذا الخيط هون على الطعجتين 5 مرات، هي أول مرة للخمسة، نضل نلك هيك. هيك صارت عنا. نرجع منلك لكة بالقلب، يعني هيك طعجنا الخيط هيك، هي أول لكة. نرجع من اللكة التانية من وين مندخلها؟ من هون محل هي الدائرة هيك. هلا منشد، شايفين كيف صارت هيك. هلا حشد، شايفين كيف صارت؟ وهيدا الخيط اللي ربطناه فيها. هلأ بعد ما خلصنا هالخطوة عنا الخيطان اللي طالعين من الطابة والخيط اللي رايح على الريش. هذا الخيط اللي زدناه بيضلوا تحت. هلأ شو عنا؟ منجيبهم نفتل عليهم هالفتلة هيك، افتكر كيف هيك. نرجع هون نبلش نفتل، بس أهم شي نترك دويرة هون، يعني ها أول فتلة، التانية، التالتة، والرابعة. هلأ تركنا هي الدائرة اللي عنا هون، شو بنعمل؟ الخيط اللي زدناه الشقفة صغيرة نحكينا عنها، نعم ندخلها من هي الدائرة من هون. دخلناه وهلأ منشد شوي.
هلأ شو عم بيصير عنا؟ هيك شفتوا كيف بلشت تنشد؟ هيك هلأ حشدها وتشوفوا كيف بتصير. شفتوا كيف صارت هيك؟ هلأ بدي أوصل هذا الطرف الزايد لهون. هلأ أنا عم بشتغل بخط سميكر، ما لفرجيكم على الفيديو، انتو بس تشتغلوا على الخط العمرة كتير، الربطة كتير سهلة. شفتوا صار عنا ربطة تي بسموها تي. هلا بعد ما طلعنا من هون شو بنعمل؟ نبعد. هلا عنا هون هدي قلنا 40 سنتي، نبعد هون 20 سنتي كمان، يعني شفتوا كيف هيك 20 سنتي. منجيب الخيط من هون، منقص الزيت، منكبه. هلا الريشة بالخيط اللي زودناه مندخلها من هون هيك، ونجيب الهوك ندخلها كمان نفس الربطة اللي تحت، بس هلا حكون أسرع شوي كرمال الوقت. نطعج الخيط هيك عتنان، نعمل دائرة صغيرة وثلاث مرات، أول مرة، تاني مرة، وثالث مرة. وهلا حشد، شو كيف صارت هيك؟ وهلا بشد. صارت عندي هيك. هلا هون مثل ما حكينا قبل شوي ما نخلي الطرف زايد، فبنقص لهم للشفة هيك. بس اهم شي لازم تكون شدينا منيح كرمال ما عادش تفلت. هاي الربطة ما بتفلت، بس اهم شي يكون مشدودة منيح. قصيتها شفتو ما في كتير طرف. هلا بنزل الخيط، صارت هيك. هلا تفرجيكم كيف بدها تصير. هير اول ريشة، نبعد 20 سنتي هيك، وهي التانية هيك بيمشوا بالمي. نرجع كمان هون 20 سنتي، بيبقى هي طابة. منعلي هون طابة بالقصبة ومنزت. هيك بيكون عنا شانس أكبر كرمال نجيب سمك. شفتوا كيف صارت هيك؟ اتنين ريشتين على نفس الطابة. هاي قليل ما بيعملوا منها الصيادة، بس هادي كتير ممتازة إنه بتجذب السمك. وشكرا لكم على مشاهدة الفيديو، واتمنى متكم تحطوا لايك، وإذا احتجتوا شي حطولي بالكومنت، أنا برد عليكم بأي وقت إن كان.